نشتريها ونلعب بيها. بجد يعني هتخلينا نلعب معاك يا يويو؟ اه طبعا يا سوسو يا حبيبتي. طب هاتي بقى لما افتحها لك. لا الاول بس هشرح لك هنلعب بيها ازاي. هنلعب ازاي يعني؟ ما هنلعب وخلاص. بصي انا همثل ان انا الهانم وانتي الخدامه بتاعتي، ونقعد بقى تمسحي الفيلا واقول لك روحي هاتي لي شاي واعملي كل الحاجات دي. انتي الخدامه بقى. يا سلام، مش معنى انا ما كنتش انا الهانم وانتي الخدامه يا يويو. عشان انا صاحبه اللعبه، مش عاجبك مش هتلعبي. وانا صاحبي صاحبه اللعبه، بس انا الشطوره اللي قعدت احوش من فلوسي عشان اجيبها. انتي هتسليني عشان خلصت مصروفي. لا ما قصدش، بس هي اللعبه كده. خلاص يبقى نعمل قرعه او طوب قرعه مقص. خلاص هنعمل قرعه. اتفضلي اعملي قرعه. طيب عبال ما اجهز انا ورق القرعه واكتب اسامينا فيها، قولي انتي فزوره الحلقه. حاضر. اذكر اسم فاكهتين يتكون اسمهم من 6 حروف. هقول لكم تاني السؤال. اذكر اسم فاكهتين يتكون اسمهم من 6 حروف. هضحك عليكي يا سوسو وهكتب الورقتين باسمي عشان لما تختاري تختاريني انا. جهزتي ورق القرعة؟ اه انا حضرت الورقتين اهو وكمان طبقتهم. خلاص انا بقى اللي هختار. ماشي اختاري ورقة. اللي هختارها هتبقى الخدامة. ماشي. لا لا، اللي هنختاريها تبقى الهانم. ماشي يلا اختاري. اختار 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 دي. طيب تمام وريها لي. فاكهتين بيتكون اسمهم من 6 حروف. انا جهزت الحمام يا يوانم.
المكنسة والجاروف العاديين. فين بقى المكنسة والجاروف؟ وبعد ما خلصهم همزح بالشرشوبة. ايوه هما البنت سوسو الخدامة الجديدة دي شكلها شاطرة وهيجي لنها. بحب اكنس بحب اكنس بحب الم الزبالة انا شطورة. والخدامة دي شطورة وليها جزاء كبيرة عند ربنا. والهانم دي هتولع نار جوعان. بس يا بنت انت جنبي كنز. بحب اكنس بحب اكنس بحب الم الزبالة انا شطورة. يا ترى تنضيفي هيجي في ست يويو هانم. بحب اكنس بحب انضف. يا سلام على النظافة. ياه بكره الهانم وان شاء الله هتولع وانا وهموت هيبقى على ايدي. ما احلى التنظيف. يوه تعبت قوي من كتر الكنس. لما ابدا بقى امسح بالميه اول حاجه حبل جدا للميه. وتالت حاجة اروح اجيب الفرشة عشان امسح بيها الارض. يسلم عليك يا سوسو شاطرة من يومي. بحب اكنس بحب انضف. يا سلام على النظافة. ياه ما تنسوش بقى سؤال الحلقة. اذكر اسم فاكهتين تتجاوب